السلام عليكم. الانتخابات القادمة سباق نحو الغنائم أم فعالية روتينية يراد من ورائها إيهام الرأي العام بالديمقراطية، وهي في الحقيقة مجرد مسرحية حفظ الجمهور سيناريوهاتها لكثرة تكرارها؟ تسريبات من مقربين تقول إن الأحزاب هذه المرة لم تكتفي باستبدال وجوه المحروقة، بل تعدت إلى أنها قامت بتفريخ أحزاب وتيارات وحركات بعناوين وأسماء وشعارات جديدة، لكنها تعود إلى أصولها، إلى ذات الأحزاب الكبيرة المخضرمة والمعروفة والتي تتسيد المشهد السياسي في كل مرة. الأحزاب هسه بدأت تخترع اختراعات جديدة، هاي راح تقرب الانتخابات على موشينه يشترون الأصوات ويكسبون العالم، الناس الفقرة والناس الكسبة، وهسه على موشينه كل من يريد ينتخب المدير ماله أما القسم ماله أما الرئيس ماله، فخربت العالم مثل ما نقول، العالم حارت هسه وراح تعطي وجهها. احنا نوصل الفكرة للشعب وللمواطن والناس الكسبة، أريد نوعيهم بأنه لا يتقشمرون مثل باقي ذيك السنين اللي تقشمروا، مثل باقي هاي السنة راحت وغيرها وبعدها وباقي الانتخابات. أريد العالم تتوعى، أريد العالم تنظر، أريد العالم تختار الشيء الصحيح للشعب، أريد العالم تضع النقط على الحروف. احنا بالبداية المفروض يعني كل واحد بينا يعني يرجع يعيد الأوراق وما آلت إليه من 2003 لحد الآن. احنا بدنا نشوف نفس الوجوه تتكرر، ولكن تجيب وجوه شباب جديدة لكنها تعود إلى نفس الكتل، وهذا لم يغير حالنا. نحن في المناطق، يعني بالنسبة للمناطق الشمالية، المناطق المحررة، عانينا من نوابنا، ولم نجد أي حلول جذرية استطاعوا أن يغيروا وضع المحافظات منذ 2003 ولحد الآن. فنحن نتمنى من جميع المواطنين بالنسبة للوسط والجنوب والشمال بأن يعودوا حساباتهم واختيار الرجل المناسب في المكان المناسب. ترفض الأحزاب، كل ما قام يطبوا بس بكتلة شكل وسامة جديدة، وهي مثل ما أقول نفسيتها الرشحوا ذيك الانتخابات، جو بهاي الانتخابات نفسها بس مسامة جديدة. أنا أريد من العالم أكو عالم مثل ما أقول عالم وطنيين عندهم مثل ما يخدمون البلد، أريد من المواطنين يعني شلون أقول اللي يشوفه أنت مناسب للوطن ويخدم الشعب ويخدم البلد ويطلعنا من هاي الأزمة عالم تنتخبه. أريد انتخابات تكون نزيهة وتتغير كل الوجوه هاي، ويجون إن شاء الله وجوه جديدة زي الأولى، معنا حريصين على بلدهم. ليش هذا البلد اندمر زي الأولى؟ ثرواته تروح للغير زي الأولى، وهت تشوف معنا فوضى. أي واحد من الأحزاب ما يفيدنا زي الأولى، هم يطلع نخدم وقاي وبس يكض الكرسي، نسى الشعب العراقي كله خلاه وراه. فإحنا نريد غير الأحزاب، عندنا هواي وطنيين شرفاء هواي. الأحزاب الناس بدأت تمل منها، ومثل ما تفضلت يسوون هالشي، الحزب الواحد ينشق إلى كتل أو عدة أحزاب حتى يستحوذ على أكبر عدد من المقاعد. أي فالأحزاب ما سوت لنا شيء. ها والمظاهرات هاي مال قبل سنتين ضد رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي عساس يجيبون واحد غير متحزب، مو جا مصطفى الكاظمي ما سوى شيء، بالعكس صارت لو مصطفى الكاظمي عساس ما تابع الحزب صارت الأوضاع أسوأ، كل ساعة طاقينا بحظر والورق ارتفع، مجاري ما يسووها، وكهرباء أبسط شيء البارحة ما شفنا كهرباء وطنية. يعني المتحزب والغير متحزب ده يضر بالمواطن بالشعب. مرحبا بكم أحبتي من جديد. لوري، سبويس، بطانيات رغم حرارة الصيف المحرقة، تانكيات مي رغم انقطاع الماء الصالح للشرب في أغلب المناطق الفقيرة والعشوائيات، كارتات شحن، سلات غذائية منتهية الصلاحية، ظروف بداخلها معجونية يعني أبو 25
وغيرها من الأساليب التي أصبحت كلاسيك واللي تعود عليها الجمهور من قبل هؤلاء المرشحين، محاولة منهم لشراء الأصوات، والتي كانت تأتي بثمارها، لكن مرة بعد أخرى أصبحت هذه الأساليب مستهجنة ومذمومة من قبل أغلب المصوتين، لأنهم أدركوا أن الصوت هو مسؤولية وعليه يتم تقرير مصير وطن. لكن وهنا أقول لكن، ماذا لو أن الانتخابات كانت مجرد مسرحية، وأن الشخصيات للدورة البرلمانية القادمة معدة مسبقا بحسب اتفاقات ومعاهدات وتوافقات ما بين الكتل والأعضاء، وبعلم المؤسسات القائمة على أداء هذه العملية الانتخابية؟ بل هل سنشهد هذه المرة نفس الأحداث السابقة من حرق صناديق وسرق الأصوات واستبدال صناديق الاقتراع؟ يسأل المواطن، ما هي الضمانات التي ستقدمها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات للحيلولة دون وقوع مثل هكذا أحداث؟ وأنت يا عزيزي الناخب، هل ستنتظر إلى يوم الانتخابات لكي تبحث في الساعة الأخيرة وربما عندما تدخل إلى كابينة التصويت حتى تسأل عن اسم المرشح النزيه وعن تاريخه؟ أليس من المفروض أن تبدأ بالبحث والتمحيص والسؤال عن أسماء المرشحين وتبحث عن ماضيهم وحاضرهم وأرشيفهم وسيرة حياتهم وإنجازاتهم ومستوى نزاهتهم؟ بل والمهم من كل هذا أن يكون هذا المرشح من الوطنيين الذين ليس لديهم جنسية أخرى غير الجنسية العراقية، وإذا كان من مزدوجي الجنسيات فعليه التخلي عن الجنسية المكتسبة والاحتفاظ بالجنسية العراقية. كما يجب على هذا المرشح أن يعطي ضمانات يحاسب عليها قانونيا بأنه لن ينتقل من سكنه في الدائرة التي تم ترشيحه نائبا عنها، وأنه سيقوم بتنفيذ برنامجه الانتخابي اتجاه المنطقة. نعود الآن إلى الأحزاب الكبيرة المتكررة والتي ضربت جذورها على الساحة السياسية منذ عام 2003 وليومنا هذا. هذه الأحزاب أغلبها أثبت فشله في كسب ود الشارع العراقي كونه لم يقدموا سوى الوعود الكاذبة. أقول لهم، ألم يكفيكم ما جمعتموه من الثروات وما بنيتموه من إمبراطوريات فساد تشعبت في جميع مفاصل الدولة؟ أما آن الأوان لتكفروا قليلا عن سيئاتكم وعن هذه الأخطاء وتبدأون بصفحة جديدة ملؤها الوطنية والجدية والعمل وتضعون نهاية لفسادكم هذا؟ وأنتم تعلمون جيدا أن هذا الشعب هو شعب متسامح وقادر على نسيان الظلم مع أول موقف إنساني، فالذاكرة العراقية ذاكرة طيبة ومتساهلة ومتسامحة، ولا نقول إنها ضعيفة وسريعة النسيان. إن الكم الهائل من الأحزاب القديمة أثقل كاهل الميزانية العراقية وأفسد الزرع والضرع، وكنا نأمل بأن تنصهر هذه
الأحزاب بعضها ببعض لتشكل حزبين أو ثلاث أو حتى عشر أحزاب، لكن أن يتم تفريخ أحزاب جديدة من الأحزاب القديمة بأسماء وعناوين وشعارات جديدة وإعادة تدوير أحزاب أخرى ليكون عدد المرشحين لخوض الانتخابات النيابية القادمة 3523، هذا بعد انتهاء التسجيل رسميا، منهم 1002 مرشح مسجلين عن طريق التحالفات السياسية و1634 مرشح عن طريق الأحزاب السياسية و887 مرشح مستقل، أي أن نسبة المرشحين المستقلين 25%، بمعنى سيصل المستقلين بأحسن الأحوال إلى داخل قبة البرلمان 5%. وما ذكر من أرقام ونسب وأعداد هي حقيقة مقلقة وتخيف أغلب المتابعين للشأن السياسي، ويرى أغلب هؤلاء المتابعين أن كثرة هذه الأحزاب وتشظيها لا يخدم المواطن ولا العملية السياسية، لأنه سيزيد من تعقيد المشهد السياسي. مرحبا بكم. كل الدول العظمى والأقل عظمة التي اعتمدت النظام البرلماني في دساتيرها اتجهت نحو تقليص الأحزاب وتذويب المتقاربة بعضها ببعض لتشكل كتلة واحدة أو حزبا واحدا، إلا ما يجري في العراق، فإن الأحزاب بدلا من أن تتقلص وتنصهر بعضها ببعض لتقارب الأهداف وتعدد المشتركات، فإنها على العكس من ذلك، نجدها تتشظى وتنفلق وتنشق وتفرخ لتصبح المئات من الأحزاب والتيارات والحركات التي تتزاحم في كل دورة انتخابية على مقاعد البرلمان، وهذه بحد ذاتها مشكلة كبيرة، بل هي أس المشاكل، وهي مصدر الاستنزاف الاقتصادي والمالي الذي عاما بعد عام نجده يثقل كاهل الموازنة ويعظم من حجم الفساد ويقوي مافيات لم نكن نتوقع وجودها في بلد الأعراف والقيم والمقدسات. في الأيام المقبلة سنشهد حالات تسقيط وفضائح وظهور مئات ملفات الفساد من قبل ذات الأحزاب في عملية سباق انتخابي، وستضج مواقع التواصل الاجتماعي بهكذا مواضيع، وهي قد بدأت فعلا هذه الحملات التسقيطية بالظهور بشكل واضح وجلي من قبل السياسيين، فبدأ بعضهم يفضح بالبعض الآخر، وكتلة تحارب كتلة أخرى، وفصيل يلوح بملفات فساد ضد فصيل حزبي آخر. إنها المعركة الانتخابية يا سادة يا كرام، لكن ما يؤسف عليه إن هذا الحجم الهائل من الملفات كان مسكوت عليه طوال هذه الفترة ومغيب عن النزاهة والقضاء العراقي، لأن أوانه لم يئن بعد، أي إنها أوراق ضغط وموعد إبرازها بوجه الخصوم يأتي في وقت التزاحم على المغانم، ويتم الإعلان عنها أبان الانتخابات كنوع من الدعاية الانتخابية وكأوراق ضغط ضد الخصوم لتقديم التنازلات وترك الساحة الانتخابية لمن يمتلك أكبر عدد ممكن من الأوراق الحمراء. أتمنى أن تفهم هذه الطبقة السياسية لجميع أحزابها إنه لم يعد الشارع العراقي بهذا المستوى من السذاجة، إذ إنه بدأت
أغلب شرائح المجتمع العراقي بل أغلب العراقيين يقرؤون الأحداث قبل وقوعها، ولسان حالهم يقول لماذا لم يتم متابعة هذه الملفات في حينها، ولو كان الأمر فيه حسن النوايا، ولو أن الجهة التي تشهر هذه الملفات على قدر من الوطنية، فلما تم ظهورها الآن فقط، ولماذا لم يقدموها للنزاهة في حينها أو إلى الجهات القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة وإحقاق الحق وإزهاق الباطل؟ لو كانت فعلا هذه الجهة بمستوى عالي من الوطنية والشرف والنزاهة، اليوم نجد أن منصات العالم تضج بالتصريحات والصيحات المطالبة بكشف ملفات الفساد أو التي تلوح بهذه الملفات الضخمة بما تحمل من عمليات فساد كبيرة قامت بها جهات داخل هذه العملية السياسية، سواء من البرلمان أو الحكومة. وإن قضية الجوراني وما جرت من أسماء كبيرة ومهمة مثل جمال الكربولي وأخوته وخمسين نائب في البرلمان لم يعلن عن أسمائهم بعد، هذه هي خير شاهد على ما تكلمنا به ونقول به الآن. لماذا اليوم؟ لماذا الآن؟ أليست هذه القضية معروف خيوطها وحجم فسادها من قبل 4 سنوات؟ فلما اليوم؟ إذن هو السباق البرلماني يا سادة يا كرام. نعم، والأيام القادمة حبلى بمثل هكذا مواضيع لكي تظهر لنا أبطال ورجال مرحلة وسوبرمانات تملأ الشجاعة قلوبهم وتعلو أصواتهم على المنابر السياسية ليسحبوا البساط من تحت أرجل كتل وأحزاب وتيارات معينة. أنا لو شريك ما كان جيت في الاستجواب أبداً، ولكن هذا التصدي هذا اللي جنابك قعدتني بالغرفة تساومني على عقود الجيش، هذا ادفع ثمن الان، ادفع ثمن الان تحدث بكل الاسماء، والالف الف تحدث رمال بكل الاسماء، يسميها محمد الكربولي صفقه الشريف الرئيس بكل الاسماء، 1600 همر من الولايات المتحده يروح جيبها يموتون بها الجنود العراقيين، كل همر يستفادون منها 200,000 دولار، يريدون ياخذون اطعام الجيش اللي قيمته مليار و300 تريليون و300 مليار، ياخذوا عقود على شركاتهم حتى الجندي ما ياكلهم ويبوقون الفلوس، هاي مع الاسف. نعم الاسماء سليم الجبوري موجود قاعدين عانية، يقول لي الساحة السياسية مفتوحة، لازم ان نعمل سياسيا بالمستقبل وفي الموصل وفي ديالة، ولكن نحتاج الى فلوس، هاي الفلوس نحصلها من خلالكم انتوا وزارة الدفاع، انتوا عندكم الفلوس، انتوا بالفلوس، ولكن شلون قلت له ماني تتحدثون وياي بالالغاز؟ قال لي لا انت الفلوس كلها عندك، انطيني ببساطة عقد اطعام الجيش العراقي ومالك شغل لا بحانية لا بحنان ولا بعالية ودير الوزارة كيفك. لقد تعودنا على هذه السيناريوهات الدورية كل 4 سنوات. أحبتي قبل الختام أود أن أعيد ما يجب التذكير به، هو التحقق والنظر بروية وبدقة من أسماء وتاريخ وعوائل وسلوك هذا المرشح، وقبل أن تفكر في اختياره تذكر إنك عندما تختار هذا المرشح سوف تسلم له مستقبل بلد ومستقبل جيل، وتذكر أيضا إنك حين انتخبت الذي سبقه بدافع طائفي أو قومي أو مناطقي أصبحت اليوم مواطن مديون لأغلب البنوك العالمية مليارات الدولارات، أنت وأولادك وأحفادك، وأصبحتم اليوم مطلوبين لكذا عام مقبل، فأرجوك حاول هذه المرة تختار من تؤمن إنه قادر على إنقاذ اقتصاد وأمن وسيادة ومستقبل هذا البلد.
شكرا جزيلا لكم أحبتي، ألتقيكم في الأسبوع المقبل بإذن الله تعالى، في مال الله.